أبو فهد؟ والله أعتقد أن الزمن تغير، يعني الأندية الإماراتية يمكن تكون يعني ملمة أن الموضوع ما يستاهل أني أنا أدخل في الجدال وفي طرق الفيفا والقضايا وغامر. صحيح، وسابقا حتى لو نشوف التاريخ اللي عندنا كان الوضع يكون داخلي، يكون في نادي هو اللي يبحث عن نادي كبري ويرجع وتكون فيه الآن أختلف الموضوع مع ميثاق مختلف. الشرف صحيح، ميثاق الشرف، ميثاق الرجال. أعتقد طبعا اللاعب مطمع لأي نادي، مكسب ما يعني ما عليها جدال، ولكن أعتقد أن ميثاق الرجال، ميثاق الشرف كان حاضر، وعشان كذا شفنا أنه يعني عودته كانت القرار الوحيد عنده اللي لديه، أنه ما في أي حلول ثانية، ما في أي عروض ثانية. ولعل أذكر أنه تغريدة لمعالي المستشار كانت واضحة أنه ما راح يعود إلا بموافقة الباطن أو للباطن إذا ماني غلطان، كان في تغريدة شهيرة في الموضوع أنه ما راح يكون لأي نادي سعودي آخر. هذا الوضع الطبيعي، هذا اللي المفروض يكون من قبل، كنا وفرنا عكس السنوات الماضية. كان شوف اللاعب حتى هو في نادي الباطن، ونادي الباطن احنا نعرف أنه ما عنده عداوات ولا عنده يعني نادي دائما مسالم وكريم بالخلق، وما ودائما يفتح يعني ذراعيه للأندية كلها بأخوة وبتوأمة مع الجميع، يعني ما في أحد يعادي الباطن بصراحة. ولكن كان في الماضي ممكن تقول الرئيس اللي قدر يجيبه، وأنا مدرسة القانون وأنا جامعة هذا الكلام ما عاد نشوفه. شفنا التنافس وين الآن؟ تنافس بالملعب، يعني شفنا أندية تنافس بعض، يعني طلع لاعبينها إعارة وما كبري. تدخل وما تدخل يعني الوقت الحالي الآن ما شفنا أنه مثلا والله في ناديين قاعدين يفاوضون نفس اللاعب، ما شفتها يعني فترة انتقالات الشتوية. أختلف الوضع عن السابق أبو فهد، يعني نتكلم في السابق كان الموضوع يعني على قولتهم بحري، الكل يقدر يفاوض أي لاعب يريده ويسعى إلى ضمه. لكن اليوم نتكلم عن ميثاق الشرف، نتكلم عن التزام الأندية في هذا الموضوع. صحيح، وخلني أقول لك أنه غير كذا، خلنا نقول عودة الوعي، يعني الآن صارت كرة قدم صراحة. أول كانت نسميها أي شيء بس ما كانت كرة قدم، كانت الإثارة موجودة في المكاتب في الصفقات أكثر من أنها تكون داخل مستطيل الأخضر، وتلقى المدرب اليوم في مدينة بكرة بمدينة، واللاعب كانت يعني خلني أقول لك الإثارة مثل ما قلت يمكن على صفحات الجرائد والأخبار والسوشيال ميديا. الآن كل صاحب حق بياخذ حقه، يعني ولعل أنه في أذكر أنه في الفترة هذه كان في تفاوض على لاعب، وفجأة خافوا النادي أنه في نادي ثاني دخل على الخط، قال ما عاد في شيء اسمه نادي ثاني دخل على الخط، خلاص أنت خلص اللي عندك وجيب اللاعب وقفل معه وانتهينا. من أول كان وكلاء اللاعبين يدور أي ورقة من أي نادي عشان يدق على النادي ثاني يقول له ترى أنا عندي عرض. الآن ما عاد فيه الكلام هذا. أنا أعتقد أن كرة القدم عادت لنا ككرة قدم باحترافية، باحتراف مو بال خليني أقول لك التحريف عن الاحتراف مثل ما كان سابقا. طيب أبو